مساء الفل عليكم مشاهدينا. النهاردة حلقة جديدة من بنت مصرية، وصفة جديدة من صفات البنت المصرية. البنت المصرية اللي ما بتغلبش في أي حاجة، البنت المصرية اللي بتعرف تحافظ على الميزانية، البنت المصرية اللي مصروف البيت ما يغلبهاش أبدا. هو ده موضوعنا النهاردة، هنتكلم عن مصروف البيت. انتوا عارفين طبعا ان اي بنت من يوم ما بتتولد بيبقى عندها حلم الفستان الابيض، وبتبقى نفسها في اليوم اللي هتعمل فيه فرحها. مش بس كده، لا دي كمان بتفكر في بيتها وكل تفاصيله، هتدير البيت ازاي، هتصرف على البيت ازاي، هتعمل ايه في المصروف اللي جوزها بيديهولها. طبعا مصروف البيت ده بيعمل مشاكل كتير، لانه في كتير بيقعدوا يتفقوا مين فينا اللي هيدي المصروف، هنعمل ايه وهنقسم المصروف ازاي. بعد ما اتفقنا ان الراجل هو اللي هيدي المصروف، طبعا في ستات كتير بيبقى مطلوب منها انها تساعد ولو بجزء بسيط، لو هي هتساعد او مش هتساعد، كل دي تفاصيل بيقعدوا ويتفقوا عليها. بعد ما بيتفقوا بتيجي بقى مشكلة مين اللي هيمسك المصروف. رجالة كتير بتقول لستاتها انت اصلك مصرفة، مش هينفع تمسكي المصروف. هنا بقى بتيجي المشكلة، الست المصرية لو اتحطت في المسؤولية بتعرف تظبط بالظبط المصروف هيمشي ازاي ويروح فين ويجي منين، بتعرف تختار لان الحياة اختيارات، بتعرف تختار الانسب والاصلح، وبتحب جدا السيل او فترة الاوكازيون او زي ما بيقولوا فترة التخفيضات، ودايما بتشتري المناسب بس. يعني زي ما بنقول كده حطوها في المسؤوليه وما تخافوش، دايما ليها افكار ومفاجات كتير بتخلي بيتها احلى ومميز جدا، بس سيبوا لها المسؤوليه بس شويه. ده كل اللي احنا هنقوله، ان ندي المسؤوليه للست، وبعد كده بقى هطلب طلب بسيط جدا من كل البنات والستات. اول حاجه الورقه والقلم، تجيبي الورقه والقلم وتكتبي كل التفاصيل اللي انت ناويه تمشي فيها وتصرفي وتعملي كل حاجه لبيتك، علشان يوم ما تتزنقي تقولي انا صرفت كذا في كذا ويبقى كله تمام. تاني حاجه افصلي تماما مصروفك عن مصروف بيتك، لانه دايما كل ست فينا ليها مصروفها في شكلها ولبسها وحياتها، ولو دخلت في القصه دي المصروف هيروح في اتجاه تاني خالص. احنا محتاجين المصروف يكون للبيت وللاولاد، ويكون للحاجات اللي احنا بنتفق عليها في اول جوازنا لما بنقعد ونتفق كده مع ازواجنا. كمان في ستات كتير قوي مش بيكون عندها مصدر دخل، وبيبقى مصروفها يعني بتاخده من زوجها بس، كل اللي تعمله انها تفصل، وكمان يا سلام لو عملت افكار جميله تزود بيها دخلها او لو بتروح شغلها. المهم انه في الاخر مش عايزين مصروف البيت يعمل بينا اي خلافات، وعايزين دايما نثبت ان الست معروفه المصريه بشطارتها في الميزانيه وشطارتها في مسكه المصروف، وده سر خطير معروف عن البنت المصريه. دايما بيكون في افكار جديده وجميله، يعني مثلا ما نقعدش طول النهار نشتري اكل من بره البيت، ولا طول النهار برضو جوه البيت، لازم ننوع علشان التنويع حلو ومطلوب. ممكن ناخدها من باب الصحة، ان احنا عايزين نحافظ على صحتنا فدايما نطبخ ونعمل حاجتنا جوه البيت، وفيها ناحية توفيرية كمان. عشان كده النهاردة معايا مفاجأة جميلة جدا جدا جدا، معايا أمل عصام، مدام أمل عصام صاحبة فكرة مطبخ الحبايب. مدام أمل هتقدم لنا النهاردة مج في السينامون كيك أو كيكة القرفة، علشان تتعمل في 5 دقايق بس أو يمكن كمان أقل في الميكروويف، وفيها ناحية توفيرية كبيرة جدا وطعم لذيذ على الآخر. اهلا بيكي يا مدام امل. اهلا وسهلا بيكي يا مدام. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله تمام. النهارده بقى هتعملي لنا ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل السينابون في المج. طبعا بعد ظروف كورونا، وكمان من باب التوفير زي ما حضرتك قلتي، ان احنا بنحب نعمل كل حاجه في البيت، وكمان انضف لاولادنا واصح كتير. بنعمل الناحيه الصحيه مهمه جدا برضو، ان بنحافظ على نقطه الصحه لاولادنا، وان نظافه وكل حاجه معموله في البيت قدامنا. ومش على قد السينابون بس، احنا ممكن نعمل حاجات كتير، نعمل لهم البيتزا، نعمل الشاورما، دلوقتي كمان بنعمل لهم الجبنه الكيري في البيت زي ما حضرتك عارفه ان الجبنه القريش هيلثي جدا، وكل الولاد ما بيحبوش ياكلوها، احنا بنحولها لجبنه كيري بطريقه بسيطه قوي وبياكلوها. طبعا طبعا لازم بقى حلقه تانية تعملي لنا موضوع الجبنه الكيري دي، لازم نشوفها منك. النهارده بقى هتعملي لنا السينامون كيك في سينابون في المج. طيب هي بتاخد وقت قد ايه في الميكرويف؟ انا سمعت انها حاجه سريعه جدا. دقيقه بالظبط. دقيقه بالظبط، تحفه طبعا، يعني مفيش احلى من كده، سرعه وتوفير وطعم جميل. ممكن تورينا شكلها الجاهز معاكي نشوف شكلها بيبقى عامل ازاي؟ تحفه طبعا، شكلها شهي وجميل جدا جدا جدا. احنا طبعا الطريقه خليها كده، وريها للكاميرا كده عشان الناس تشوفها معانا.
تحفه. مكوناتها ايه بقى يا استاذه امل؟ احنا طبعا ممكن نعمل السينابون العادي بنفس وصفه السينابون الاصليه، بس دي بتاخد وقت طويل وبتعوز تخمر، وساعات الاطفال بيبقوا مستعجلين جدا، فاحنا الحياه بقت سريعه، فطبعا احنا بنحب الحاجات السريعه، فدي حاجه ما تاخدش دقيقه في الميكروويف طحفة. وتكون جاهزه. حلو قوي قوي. مكوناتها معانا 4 معالق دقيق، تمام، معلقتين سكر، ومعلقتين لبن، ومعلقتين زيت، وربع معلقه صغيره بيكنج باودر. هنخلط المكونات، هنحط بصي يا استاذه امل قولي لي المقادير تاني، علشان برضو لو الناس هتكتب معانا، احنا قلنا الورقه والقلم مهمين جدا، فعايزين الناس تكتب معانا وتلحق. بس تمام، معانا برضو يعني هركز معاكي اكتر عشان اروح اعملها على طول. خلاص اوكي. معانا 4 معالق دقيق، ربع معلقه بيكنج باودر، تمام، معلقتين سكر. سكر اي لون عادي؟ سكر عادي، ابيض او يفضل سكر بني، بس يفضل احنا بني هنحط عليه رشه قرفه عشان يدي معانا لون السنابون ويدي لون كمان. اوكي. ومعانا معلقتين زيت، معلقتين كبار زيت. كل مقادير المكونات العجين نفسه معالق كبيره. اوكي. واربع معالق لبن. لبن بقى بتستعملي الكامل الدسم طبعا؟ لبن عادي. اوكي. هنقلب المكونات دي كويس الشكل ده كده. ومعانا الحشو عبارة عن معلقة صغيرة زبدة مسيحينها في الميكروويف. أوكي. وعليها نص معلقة صغيرة قرفة ونص معلقة سكر بودر. تمام. ده كله بيتضاف بقى على بعضه؟ يعني الحاجة الزبدة والحاجات دي بتتحط برضو ولا بتحطيها في أنهي مرحلة؟ بحشي بيها في النص، بحط نص الكمية. طب ممكن تقوليها لي تاني، هي زبدة وإيه؟ معلقة زبدة ونص معلقة صغيرة قرفة. أوكي. ونص معلقة سكر بودر. ده اللي بيدي الطعم بقى؟ أوكي. ده الحشو. أوكي. هنحط نص الكمية كده في النص، بقى تحطي الحشو ده في النص. بنحط الحشو ده. هي مكونات كلها سهلة ومتوفرة في البيت ولذيذة جدا. وبنحط كمان على وشها تاني، ترجعي تحطي تاني من الحشو تاني بشكل دائري كده، اللي هو الزبدة والقرفة والسكر. والسكر بنحطها بشكل دائري كده عشان يدي معانا شكل السينابون كده. ممكن توريهم المج كده برضو؟ تمام. حلو قوي قوي قوي. بنحطه في الميكروويف لمدة دقيقة بس كده. بس كده. وبعدين بنعمل التوبينج اللي هو الحليب المكثف. طب لحظه بقى، التوبينج ده بعد ما بتطلع من الميكرويف؟ بعد ما بتطلع وهي لسه سخنه. يعني احنا بنحط في الميكرويف دقيقه، بتطلع لي بقى نفشه كده زي ما في المج اللي معاكي؟ زي كده. ونروح حاطين بقى التوبينج على البارد بقى؟ ايوه. بيبقى عباره عن معلقتين لبن باودر، ومعلقه سكر باودر، ومعلقه ميه مغليه. بس كده. حلو قوي قوي قوي. يعني ده بتجهزيه وبعدين تبدأي بقى تحطيه على المج؟ اول ما يطلع من الميكرويف، احنا معانا واحد اهو سويناه في الميكرويف. ده ممكن تورينا للكاميرا كده؟ ده بيبقى الشكل بعد دقيقه في الميكرويف. ايوه. معلش نوريه للناس تاني برضه. اوكي. وبعدين نبدا بقى نوزع التوبينج، صح كده؟ او اللي هو الحاجه اللي بتبقى فوق اللي بتعمل الشكل، اللي هو الحليب المكثف. بعد ما بنعمل حليب مكثف، انتي بتستخدمي في التوبينج حليب مكثف؟ يعني لو عندنا جاهز بنستخدمه، ما عندناش بنحط اللبن الباودر والسكر والميه المغليه. يا اما حليب مكثف يا اما لبن الباودر البودر. اوكي. بعد كده بقى بنزينه بصوص الكراميل، طبعا ده معمول في البيت برضو. ده ايه بقى تاني يا امل؟ صوص الكراميل. صوص الكراميل عاملاه في البيت ازاي؟ طيب وريه للكاميرا برضو عشان الناس تشوفه معانا. معمول في البيت تحفه، بس انتي شاطره يا امل برضو. ربنا يخليك. لا بجد، وفكرتك جميله، وكفايه اسمها مطبخ الحبايب عشان نحبب الناس في المطبخ، وانه قد ايه سهل وسريع. عشان احنا لحبايبنا يعني. لحبايبنا بالظبط. حاجه جميله. لازم نكون بنعمل كل حاجه بحب عشان بيطلع، ده حقيقي بيظهر في الحاجه اللي بنقدمها. يعني بحس يعني زي ما بيقولوا الطبيخ نفس، هي بحسها كده ان حبك او مشاعرك بتظهر في الحاجه. طبعا النفسيه مهمه جدا في الاكل قوي. جدا. طبعا بنزين بيه بقى. تعمليه في البيت ازاي ما قلتلناش؟ كوبايه سكر، كوبايه لبن،
معلقه زبده، معلقه نشا بس. وبعدين بتقلبيهم على البارد ولا على النار؟ لا هو ليه طريقه لو حابين تعرفوا يعني، ممكن تقوليها لنا سريعا كده. طريقته ان احنا بنكرمل السكر، وبعد ما بيكرمل معانا بنحط معلقه زبده وبعدين نقلبهم. يعني بنكرمله ازاي؟ عشان في ناس، خلي بالك، انا بتكلم بقى مع اللي لسه متجوزين كمان، بنخاطب كله يعني، او بنت لسه لسه ما اتجوزتش، اي ما تعمل بقى الماج ده، واحد ليها كده، واحد لمامتها، واحد لباباها، يعني لسه مبتدئين. فهنحط السكر، بنجيب طاسة على النار بنحط فيها السكر ونسيبه يكرمل خالص لغاية ما يبقى شكله شبه الكراميل كده. اوكي. وبعدين بنحط معلقة زبدة وبعديها بنقلب شوية، بعدين نحط كوباية الا ربع لبن من الكوباية اللي معانا. انهي نوع لبن بقى؟ لبن عادي. اللبن العادي. اللبن العادي. وبعد كده بنقلب اللبن كويس، بس لازم يبقى الزبدة واللبن يكون دافيين عشان السكر بيبقى سخن قوي ما يمسكش معانا. عارفه التركات دي هي اللي بتفرق بقى، اللي هي طبعا اللي ممكن تلاقي انا مشيت على المقادير بالظبط والدنيا باظت. فلما بتقولي الحاجات دي فعلا حقيقي بتفرق معانا. فاحنا بنقلبهم كويس وبنسيب ربع كوبايه لبن بنذوب فيها النشا وبعدين نزودها عليهم ونقلب، بيطلع معانا صوص. وبعدين بقى تبداي تحطيه. قوي ده. وبعدين بنحطه كده. يعني هي بيبقى طعمها قرفه وكراميل بقى كمان، مش قرفه بس. والله هو ممكن نحط شوكليت صوص. ممكن شوكليت صوص تعمليه في البيت برضو؟ ده في البيت برضو. لا مش معقول يا ما شاء الله، برافو عليكي. ربنا وريه لنا كده قدام الكاميرا. انا هجيلك في الفاصل ادوق كل الكلام اللي قدامك ده. جميل. طبعا اللي بيحبه بالكراميل او بالشوكليت صوص الاثنين متاحين، وممكن نزينه كمان بعين الجمل كده. تحفة. عارفة مليان عناصر مفيدة كمان، يعني قد ايه عين الجمل دي مفيدة، وممكن لو لوحدها ما نتشجعش ناكلها، مع القرفة بقى بتبقى تجنن. لا هو برافو عليكي وتسلم ايدك. جميل. طيب احنا بقى قبل ما نروح لفاصل هنقول المفاجأة لمشاهدينا اللي انت عاملاها. المفاجأة ان امل مقدمة هدية كيك مكتوب عليها اسم عمر لاول ام تكون عندها ابن اسمه عمر، هتبعت لي على السوشيال ميديا. طبعا في ناس عندهم عمر كتير ربنا يخلي، بس اول حد هيبعت هو اللي هياخد الهديه. بس انا عايز اعرف يا امل ليه اخترتي اسم عمر؟ لازم تقولي لنا. عشان ابني الصغير اسمه عمر. ربنا يخلي يا رب. هو بيحب السويتس والحاجات دي قوي. هو اللي شجعني ان انا اعمل حاجات السريعه دي لانه بيطلبها وبيبقى مستعجل جدا. فالهديه على اسمه بقى. فانا خلاص احنا هنتابع ان شاء الله على السوشيال ميديا، تبعتوا لي وانا هوصل اول رساله هتيجي هوصلها بامل، وهي هتبعت الهديه ان شاء الله لمشاهدين البرنامج. مشاهدينا هنوصل دلوقتي لفاصل قصير جدا جدا وهنرجع لكم بسرعه، وانا بوعدكم ان انا هقوم ادوق كل اللي موجود دلوقتي. اشوفكم بعد الفاصل.